يعني ان ابني كذاب ولا اهبل وبرياله وعبيط زي الشعب ما بيقول؟ هو الشعب بيقول عليه الكلام ده؟ هو والله يبقى الشعب رحمه كمان، لان هو اكثر من كده بقى بصراحه. يبقى انت بقى اللي اكلت الحصان. انا اللي اكلت الحصان؟ اكلت الحصان انا والله يا سعاده السمير. لمبي طلع الحصان الحقيقي من بطنك. ايوه حاضر، انا كنت بهزر ده كله يا زعربور، انا كنت بهزر والله. الحصان الحقيقي بتاع زعبور اهو. خد يا حبيبي. حصاني حصاني انت عويل عويل عويل. يلا ينعل ابو الغلاسه اللي جايبينك. يلا يا منعم. لمبي. ايوه ساعة الباشا. انا مضطر اقعد يومين عشان في بعض شؤون الدوله مع اصلاجه حبتين. شؤون الدوله؟ وهي دي شؤون دوله؟ ده شؤون القاره يا مولاي. انت دخلت دقيقه وخرجت شبه بتوع الكنافه والقطايف عندنا. لمبي الدخله التانيه انا معرفش هتخرج حداد ولا نجار ولا ايه، مش عارف. اسمعني كويس. اتفضل. انت لا شفت ولا سمعت ولا عرفت. عيب مدواي، سرك في بير. وايه كمان؟ ومخلف منها علي نص نقل.